في الحقيقة النهاردة هو ذكرى رحيل فنانة عظيمة جدا قدمت عدد كبير جدا من الأدوار للسينما وللدراما المصرية، الفنانة القديرة أمينة رزق. هي واحدة من فنانات الزمن الجميل اللي وضعت بصمة استثنائية في صناعة السينما المصرية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية اللي لسه لغاية لحظتنا دي محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة. محطات فنية كتير، خلينا نشوف أبرز ما قدمت القديرة أمينة رزق من خلال هذا التقرير. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق التي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ظلت محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. ولدت أمينة رزق في 15 من إبريل عام 1910 في مدينة طنطا، ثم انتقلت مع والدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد على إثر وفاة والدها، وكان عمرها 8 سنوات. بدأت رحلتها الفنية بالعمل في فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها يوسف وهبي، والتحقت بالمسرح القومي عام 1943، كما عملت مشرفة فنية بالمسرح الشعبي وعضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب. بلغت أعمالها السينمائية حوالي 130 فيلماً خلال 7 عقود، أولها فيلم سعاد الغجرية عام 1928، وآخرها الكلام في الممنوع عام 2000. من أبرز أعمالها السينمائية ناصر 56، الكتكات، الطوفان، العار، دماء على النيل، قيس وليلى، ودعاء الكروان. تظل الفنانة القديرة أمينة رزق واحدة من أشهر أمهات السينما العربية بعدما برعت في تجسيد هذا الدور في العديد من الأفلام التي شاركت في بطولتها طوال مشوارها الفني المليء بالعطاء، حتى أطلق عليها لقب أم الفنانين. كان لها أيضاً بصمة واضحة في الدراما والشاشة الصغيرة، ومن أهم أعمالها التلفزيونية كوبري الأحلام، عمر بن عبد العزيز، زينات والثلاث بنات، أوبرا عايدة، وعصفور النار. كما حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وعلى أوسمة من المغرب وتونس، بالإضافة إلى شهادات التقدير والجوائز كأحسن ممثلة عن أدوارها السينمائية والمسرحية، كما حصلت على لقب الفنانة القديرة لما تركته من بصمات على الأداء التمثيلي في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون. شاركت أيضاً بالتمثيل في أغلب مسرحيات يوسف وهبي، وأصبحت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات التي قدمتها الفرقة، وأيضاً في الأفلام التي أنتجها يوسف بيك وهبي. ومن أبرز مسرحياتها التي قدمتها في السبعينيات السنيورة، والمسرحية الكوميدية إنها حقاً عائلة محترمة جداً، بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار. آخر ما قدمته على خشبة المسرح مسرحية توفيق الحكيم يا طالع الشجرة إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم. وتوفيت الفنانة أمينة رزق عام 2003 عن عمر ناهز 93 عاماً إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد صراع استمر شهرين مع المرض.